ده من الاخر. لسه منذ قليل انتهى الاستوديو التحليلي دي مباراة الاهلي ومصر المقاصة، او مصر المقاصة والاهلي، لانها كانت مباراة مصر المقاصة واقيمت في استاد الكلية الحربية. لما هتيجي قبل المباراة تتكلم عن المباراة هتقول يعني الحمد لله حظ الاهلي كويس، مباراة الجونة مش مباراة صعبة، تليها مباراة مصر المقاصة، فمباراتين بست نقاط وثقة. اي اعذار انا موافق عليها، اي اعذار واي مباريات على فكرة انا موافق عليها، اجهاد موافق، اصابات موافق، عدم تمرين موافق، كل الحاجات دي موافق عليها، بحالة الثقة الغايبة شوية عند اللعيبة موافق، كل ده موافق عليه. لكن مش موافق ابدا يبقى ده شكل النادي الاهلي. الاول كل التحية لمصر المقاصة ومدربهم كابتن عيد مرازيق، صراحة يعني مركز اخير 15 بونت، محقق فوزين في الدوري على الجونة ذهابا وايابا، وعنده 9 تعادلات، وما عندوش تعادلات كبيره يمكن الماتش اللي فات بس امام فريق طلائع الجيش، وفريق مسجل 11 هدف اول عن اخر في المباريات اللي لعبها كلها، في 27 مباراه سجل هدف واحد فقط لا غير. لكنه شكل النادي الاهلي، اداء النادي الاهلي، طريقه النادي الاهلي، روح، اصرار، عزيمه، كل ده مش موجود، مش حاجه خالص موجوده خالص على الاطلاق يعني. بل ان فريق مصر المقاصة اللي كان بادي المباراة في منتهى الخوف بدأ الخوف يروح منه شوية بشوية، وهاجم النادي الاهلي وكاد ان يسجل، بل انه سجل هدفين، ولحسن حظ النادي الاهلي بفارق سنتيمترات قليلة جدا كان الهدفين تسلل. لما هتيجي حضرتك تشوف ادي فرصة، يعني هنعد فرص النادي الاهلي، ادي فرصة للنادي الاهلي، لكنه مفيش حاجة يعني. الاصرار على ان انت البساط ما بيزيدوش عن 3 بساط، كرات الطويلة الشغل القديم، تسديدة قوية جدا من مصر المقاصة لو على المرمى تسبب خطورة، الاوتات مسببة قلق على النادي الاهلي، الكرات، ادي فرص لمصر المقاصة، دي من ياسر ابراهيم كادت ان تهز شباك الشناوي. ما فيش جملة، سيبك من ما فيش جملة، وارد ان انت تبقى فنيا مش كويس قوي، لكنه يعني حتة الرؤمة وارد تكون بدلان مرهق مجهد ماشي موافق، لكنه صدق او لا تصدق دي التسديدة الوحيدة طوال الشوط الاول على مرمى رمضان مصطفى حارس مرمى فريق نادي المقاصة، وتسديدة واحدة الشوط الثاني من حسام حسن وسهلة من على الجنب كده، لولا المهارة الفردية من احمد عبد القادر الاول، كريم فؤاد اللي عمل مجهود كبير وعمل مباراة هايلة، مهارة احمد عبد القادر اللي بيرقص في خرم ابرة وبيهيئ واليو ديانج حطها كما لو كان بيضع ضربة جزاء، لولا كده الاهلي مش هيفوز، ولو لعب سنة مش هيجيب اجوان. يعني ماتش الجونة افضل بكتير، ماتش الجونة 2-0 وفي وقت صعب افضل بكتير، 10 ضربات ركنية الاهلي لا يستغل ولا ركنية منهم. في حاجة غلط بتحصل. يعني بقول لحضرتك انا موافق جدا على الاجهاد، وموافق جدا على تلاحم المباريات، وموافق جدا على الاصابات، كل ده على فكره موافق عليه والله، كل ده موافق عليه، لكن على الاقل الروح بتاعت لعيبه النادي الاهلي، الاصرار بتاع لعيبه النادي الاهلي، يعني الاهلاويه كانوا بيبقوا قاعدين متاكدين بما لا يدع مجال للشك انه الهدف قادم. اقول عليها فرصه؟ دي ما اقدرش اقول عليها فرصه. بص لو بالكعب يعني رجع الكرة دي تاني يا وائل من فضلك بعد الكورنر، بص يا جماعة ادي كورة اتخبط الولد، فرصة هدف يمكن دي هترجع تاني لأليو ديانج هيحطها بجوار القائم ولا فوق القائم، ماشي احسن يعني احسن لعبتين في الماتش الهدف والكرة دي، أليو ديانج لاعب الوسط المدافع. انا عايزك بس بص هنا حسام حسن لو ربط بس مع قفشة هيحطها له انفراد فرصة هدف، مش موجود. في استحواذ، لكنه الروح اللي كان الاهلي متميز بيها، ما هو يا جماعه بيراميدز دلوقتي بيلعب بنفس المقياس او بنفس المعيار، يعني عدد المباريات، يعني ما هو لسه لاعب مع الاسماعيلي ولاعب برضو النهارده مع فريق البنك الاهلي، مباراه صعبه جدا طبعا، ده من حسن حظ النادي الاهلي انها تسلل،
من حسن حظ النادي الاهلي والمساعد الحقيقه يعني كان في افضل حالاته سؤال الاثنين خالد سيد او ابراهيم السوداني. ده من هو رفع الرايه بدري جدا جدا، يعني كان عنده ثقه تماما في نفسه ان الكره تسلل، لانه هو صفر قبل ما الكره تدخل جون، لو دخلت جون ما كانتش هتتحسب، لكن التسلل كان موجود. فايه يا جماعه، في ايه اللي بيحصل؟ ايه الشكل ده؟ يعني هو خساره كاس من نادي الزمالك تسبب يعني كل هذه الازمه؟ عادي جدا. ده انت بص الفرصه دي، كان علي لطفي نزل ما بين الشوطين، نتمنى الشفاء للشناوي واطمنا عليه الحمد لله، ما فيش حاجه يعني خطر الحمد لله والشكر لله. هل دي اقدر اقول عليها فرصه؟ ما اقدرش اقول عليها فرصه. جون ده في الدقيقه كام بقى؟ الدقيقه 89، ولو احتسبت لا خلاص الاهلي فقد نقطتين ورسميا بقى خارج بطوله الدوري العام. هدف اهو قبل ما تترفع من حسن حظ النادي الاهلي، ولا يسال عنها علي لطفي. لكن على فكره هي تحسب للديفنس اللي طبق الاوفسايد بشكل جيد، لكن في حاجه مش طبيعيه، في حاجه مش عاديه، في حاجه غلط. انا عمري ما حلوم المدرب، لسه الراجل يا عيني هو نفسه قالك انا مش قادر امرن، هو مش عارف يمرن، هو مش عارف يعمل جمله، مش عارف يعمل، مش عارف. حفظ اسماء اللعيبه، بدا يقول شويه حاجات وموقفه صعب جدا، وكل مره بقول لك جاي من الدار للنار، كان الله في عونه بمنتهى الامانه. يعني هو الراجل نفسه مندهش ومستغرب، يعني ايه كم المباريات ده، ايه كم الضغط ده، عشان كده هو ما يعرفش موقف المقصه في الدوري قبل كده ولا حاجه. هو يعرف ان هو خد 3 بونت النهارده وخد 3 بونت الماتش اللي فات، فبقى عنده 6 بونت من ماتشين ما اهتزتش شباكه، ده بالنسبه له كويس، بيعيد له جزء من الثقه. لكن هل الستة بونت دول هيدوا لعيبه النادي الاهلي ثقه؟ هل دي حاله معظم اللعيبه؟ يعني انا مثلا النهارده اجي اقول لك يعني احمد عبد القادر كويس، ديانج، كريم فؤاد، بس مفيش تاني، يعني مفيش تاني. حتى تغييراته بقت تغييرات للحفاظ على الهدف، يعني بينزل محمد هاني وحمدي فتحي في الدقيقه 73 بدل من عبد القادر وكريم فؤاد. يعني ده حمدي فتحي لعب وسط مدافع، شفنا ميكسوني النهارده الراجل غايب بقاله فتره، نازل محتار يعني تايه. ما في زياد، يعني زياد الولد عنده ثقه ياخد، وبعدين ميكسوني حسب الظروف، يعني ممكن يكون ميكسوني اقنعه في التمرين، محمد فخري اقنعه في التمرين، ماشي ماشي. ده اول تغيير، نزول على لطفي بدل من الشناوي، وزي ما قلت لكم اطمنا على الشناوي. فخري خرج ونزل مكانه ميكسوني في الدقيقه 68، نفس الدقيقه علي معلول بدل من محمود وحيد. والتغيير اللاعب بيطلع في دقيقه ونص، حتى لو كسبان 1-0 يا اخي تعالى جرج واطلع وغيرك ينزل والدنيا تمشي بشكل جيد. دول 5 تغييرات وخلصهم بدري على فكره، لانه لما وقع ايمن اشرف في الاخر الاهلاويه حط ايدهم على قلبهم. لكن بص لحضراتكم التغيير بياخد وقت قد ايه؟ وقت طويل. كرة في الاخر يا ريت تعرف تجيبها وائل، كرة مع علي لطفي وعلى يمينه واحد وقدامه واحد وعلى شمال واحد من لعيبه النادي الاهلي مش راضي يبدا هجمه. ابدا هجمه والعب، اشتغل عادي. ده كان دقيقه 85 او حاجه زي كده، معقوله؟ يعني الاقي تعليمات بقى هدي اللعب بطئ الريتم، طب دخل فيه الجون في الدقيقه 89 ولا الدقيقه 90 لو اتحسب كان هيبقى الشكل ايه؟ لعيب معاه الكوره ما بيبصيش ولا بيرقص ولا بيشوط، يستنى لحد ما تتقطع. ايه الاماره؟ ايه الاماره يعني؟ ما انا عايز اعرف، يعني مش معقول. يعني كل الاحترام لفريق المقص وكل التقدير لكابتن عيد مرزيق، مشكورين بجد، يعني كتر الف خيرهم عملوا اللي عليهم وزياده. لكنه الفريق زي ما بقول لحضرتك لم يسجل سوى 11 هدف، ودخل مرماه قبل مباراه اليوم 35 هدف.